عاود سمعنا شي حاجة عافاك، شي حاجة أخرى من غير هادي كاع؟ أي شي حاجة على الأم، على أمي. ما المقطع اللي سجلتي على ماماك؟ نهار تشللتي يا مومتي أول مرة غادي يمين، ملي شافوني مل تسقوا باش يطيحوني. هاد المرضى يا مومتي دارت لي عقلي بسبب غير أنا جيت أخوي عليك قلبي، فيك أمي وفيك الضوء، وما عنديش يا مومتي على ما نحط الراس من غيرك أنتي. داك الشيء علاش خويت عليك أنا قلبي، موراها بيومين طحت تشللتي، بقى لي بين عيني حسابي والله تردو. عرفت الاقارب غير عقارب، انا نبكي وهم يحبروا وعليه يضحكوا. الحمد لله رب كبير خشي في بيده، مامي طولت شويه قريب نشوفها كيف. هذه اغنيه تبارك الله على الام ديالك. اخويا لا خشي وفهمتيني ولحشي منها. كنت انت اللي غنيتي على، كنت غنيتها على الام ديالك. على الوالد ديالي كان يعني شلات وكتبتها. هذا الشيء اللي كتبته اختي واقع عليا فهمتيني، وما خليتينيش وقال نكمل. مازال ان شاء الله نسمعوك، انا غير كنتسنى شويه المشاهدين غنسمعوك ان شاء الله وحنا معاك. مرحبا اختي، ماشي فهمتي، مرحبا بك اخويا. وفي الكتبه اختي راه حمو ما كاينه ومدوزين ما معودينش لينا اختي. قلت لك الراب نهار غادي نلقى اختي انا شي شركه اللي غادي تسجل ليا ولا شي سودي زوين اختي، باش تعدي شي كتبه ما يمكنش ليا نقول. يعني انت اللي كتكتب كتلحن؟ انا اللي كنلحن راسي اختي. مزيان تبارك الله، يعني انت اللي مكلف بالشي ديال كامل. اختي قلت لك في الكتبه حمو ماكينه ومدوزين ما معودينش لينا. حمو مون هذا اللقب ديالك. مزيان. اذا مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر، مباشره معكم من مدينه الدار البيضاء. والان بث مباشر دي شوف تي في في العالم التاريخ دي شوف تي. مرحبا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره معكم من مدينه الدار البيضاء. الان كيتواجد معنا واحد الشاب، شاب طموح، رابور، يعني مازال في اوجه يعني العطاء ديالو، مازال باغي يتبدى ذاتو ويتبت يعني راسو في الشخص في المجال الفني. شنو رايكم اليوم مشاهدينا الكرام نسمعوا ليه، نتقربوا منه ونعرفوا شكون هو؟ فكرني في الاسم. حمو مومن. مرحبا بك اخويا حمو مومن. واخا قول لي كيفاش حتى بديتي في الراب، يعني كيف جاتك الفكره؟ شي انا كندير شيفور ديال بوكلان، هادشي ابارا فهمتيني. اييه هادشي ابارا انا كانت شلات لي الوالده ديالي. ما كانتش عندي فكره ديال غير رابي ولا شي لعيبه. الحمد لله الوالده ديالي ولات شويه دابا بخير. كانت شلات لي الوالده ديالي كنت مريح ما نكذب عليك ما والو اختي في هاد البلاصه هادي. لا يلا كانت دوج ولا شكي. مريح تجبت السيلو بديت كنكتب في داكشي اللي وقع، لي صور ديال الوالده ديالي. يعني المرض ديال الام ديالك هو اللي خلاك انك تمشي في الام ديالي؟ الحمد لله بخير فهمتيني، ما خاصها حتى شي خير. انا قلت لك السبب اللي خلاني تلاحي ضرا اييه هو الوالده ديالي. شنو اللي خلاك؟ واش العاطفه ديالك ولا اختي؟ الام عارفه اختي شنو هي الام ولا ما عارفه شنو هي الام؟ كنهضر معاك اختي. وراه الام راه شي حاجه مقدسه. كتبت اختي، كتبت الطراك على الوالده، كتبت وشحال هادي هو اللي خلاني نكتب. وكتبت مواضيع اللي شغنقول لك اختي، كنلاقي شي شركه اللي غادا تحضني وغادا فهمتي تعرف كيفاش تعامل تسجل ليا وداك الشيء، حيت كاين شي استوديوهات اختي راه شغنقول لك. واخا قول لي يا حمو مومن، انت اللي كتكتب ولا شي واحد اللي كيعاونك؟ اختي الكتبه حمو ماكينه مدوزين ما معودينش لينا، انا اللي كنكتب اختي. ترى دابا نكتب عليك انا اختي شي لعيب، دابا هاد البركه هادي اللي باكي دابا نكتب عليها طراك اختي فهاد اللايف هادي باش نتحدى العالم. قلت لك انا خاصني غير استوديو اختي اللي غادي يسجل ليا وغادي اما نكذبش عليك اختي. اي شوفوا الاخر يعني عندك موهبه تبارك الله اللي هي زوينه. شي من موهبه تي راه موهبه ديال بصح تبارك الله، موهبه ديال بصح في القريب العاجل هاي ان شاء الله جاي حمو. الله يستر ليك، الله يوفقك، الله يوفقك. اليوتيوب قناه غادي نديرها ان شاء الله. الله يوفقك. عندي قناه في اليوتيوب ان شاء الله اختي فهمتي. وانا بغيت علاش شوف تي في عزيزه عليا؟ انا بغيت نبدا مع شوف تي في وشوف تي في تعرفني على الناس ولا يدخلوا عندي اختي. لا اييه حنا نشوفوا من بعد، حنا نشوفوا من بعد الانستغرام ديالك وفيسبوك ديالك باش الناس يدخلوا عندك ويشتركوا عندك وهكا. واخا قول لي يا خويا سميتو، كيفاش كتسجل الاغاني ديالك؟ اختي كنريح اختي بوحدي ملي كنبغي نكتب كنريح راسي. كنت مبلي عفا عليا الله، دابا كندير الكار. كنتي مبلي قبل؟ كنت مبلي نكذبو. كنت مبلي اختي ما خليتش ما دوزت في البلي. اييه
ولكن كيقول لك لهداك الله الحمد لله راه كتجي الهدايه كتجي من عند الله سبحانه وتعالى. صافي اختي توليت كنريح كنكشب راسي ما كنبغيش نديرونج مو في الكشبه ديالي تبارك الله. والموضوع اللي كي راه كلمه لخص لك فيها كلشي راه في الكشبه حمو ماكينه ندوزي ما معودينش لينا اختي الرابور راه كيتراسي بلاصتو بنسالو ماشي باش طايح ولا باش العيب. قولي كيفاش كتسجل واش كتجلس كتسجل ولا كيفاش كتسجل؟ بحق الله ما نكذب عليك ربي شاهد علي علاش كنقول لك انا خاصني استوديو خاصني العيبات. قرب ليك عافاك الميكرو شويه خويا. ملي كنبغي نسجل وكنحط واحد القرعه ديال الكوفيتير وكنعمرها بالماء وكنكالي التليفون بحال ما هكا واحد الباف ها هو شي واخذو ب 1000 ريال كنحطو حدايا بحال ما هكا وكنوقف التليفون وكنسجل اختي ياك يعني المهم بعدا بابسط الطرق وبابسط الادوات كتقدر انك شوفي ستوب نو جامي ابوندول اللي باغي يوصل شي حاجه راه تيوصل لها اختي بصح سمعتيني انا اللي كيبغي شي حاجه راه والله حتى غادي يوصل لها صحيح الاراده هي اللي كتحكم في كل شيء كتبغي واحد الحاجه واحد الخدمه كثر انا دابا وليت كنوليش كنبغي انا هادشي ديال الكشبه وهادشي ديال الراب اكثر من الدومين ديالي ديال البوبلا يعني كترتاح فيه واش دابا كنهضر معاك اختي وكعيط ليا الباترو وما باغيش نمشي نخدم دابا علاش انا باغي نتكونسونطرا شويه مع الراب وباش غنتكونسونطرا معاه هي ملي غادي نلقى شي استوديو اختي اييه راه النمره راه هي كاينه اتصل معايا اتصل بك غادي شنو هي الامنيه ديالك دابا اخويا اختي الامنيه ديالي الحمد لله بخير الامنيه ديالك شنو بغيتي زعما الامنيه ديالي باغي الراب المغربي باغي نردو احسن من امريكا حيت الراب مغربي اجا لي غادي لي غادي قلبو غادي فهمتي اجا لي غادي يرجع الراب المغربي من الاخر اجا لي غادي يرجع الراب المغربي حيت دابا الراب المغربي اختي شولينا تنشوف على حسب كل واحد شنو كيختار انت يا انت كتفكر انك تدير لك واحد ستيل خاص بك ستيل اختي ستيل خاص بحمو مومن حمو مومن يكون كيمثلك انت يا يكون ديالك انت يكون ندوي على اليتيم فهمتيني ندوي على اليتيم ندوي على الام ندوي على هذاك اللي كاري مسكين ومخدام 90 درهم ومخور فهمتيني اختي هاد لو دوما المواضيع اللي باغي ندوي يعني انت بغيتي تهضر على المعاناه الاجتماعيه اللي في المجتمع المغربي المواضيع الاجتماعيه اختي عندي الان مزيان فكره رائعه لا ستري لا فلو لا كل شيء داك الشيء ديالي الراسي والله اختي بوحدي داك الشيء جا مع عبد الله راه عمر شي وقال شي رابور خرج قال داك الشيء جا مع عبد الله وتعلمت ليه الراسي اختي قلت لك انا انت معايا في لايف وعطيني دابا تيم قول لي اكتب عليه ولا ما كتبش عليه في هذا اللايف اختي قطعيه الله يوفقك واخا قول لي شنو هي الصعوبات اللي كتلقى خويا الصعوبات اللي كنلقى اختي اش غادي نقول لك اختي الصعوبات هي دابا ما لاقيش شي استوديو اللي غادي اللي غايبين هاد السيد هذا فهمتيني حيت البارطاج اختي من غير شوف تيفي من غير شوف تيفي والله شي صفحات كتلقى ليه لك واحد معاود ديالي ليا ليلو كيقول لك ناري ورق لي حطراك مقول والتالي اللي يحلي حاجه كاتبها ناضيه ما كيبغيش بارطاجيها حنا شوف ما بغوش نهضروا على شي صفحات انا كدير شي فيديوهات انا كدير شي فيديوهات غلطت فيهم ياك وسيبريميتهم حيدتهم هي باش قلت لك ربي هداني وصافي الحمد لله شوف كاملين كنخطئوا كاملين كنخطئوا وكاملين كتكون عندنا واحد الماضي اللي هو خايب كنحاولوا نصحوا من نفسنا كنحاولوا نصحوا يعني نحسنوا من راسنا نطوروا من راسنا اي واحد كيكون عنده هذا يعني ماشي غير نتايا الرساله ديالي اللي باغي نوصل انا هي الراب المغربي جا اللي غادي يردو قسما بالله احسن من الراب ديال امريكا انت عندك طموح كبير عندك شغف كبير بانك انك يعني تدير شي حاجه في الراب اللي تكون زوينه شي حاجه اللي ديال المجتمع المغربي شي حاجه اللي ما انا كنحترم اي رابور كيرابي الله يسهل عليه اي رابور شوف طبعا كما تحب لنفسك تحب الاخر ولكن انت تصنع ستيل خاص بك انا الستيل ديالي اختي قلت لك غادي يكون راب واقعي ممتاز غادي نكشف هذاك الشيء اللي غيطيح لي في قلبي ما تقولش لي حتى شنو غادي نكشف وداك الشيء اللي غادي نعطيك غادي يجيك السكر اختي واخا تقدر تورينا لاباج فيسبوك ديالك مرحبا اختي نشوفو هذاك الفيديو اللي على الوالده لا وريني غير لاباج ما تورينيش لا فيديو لانه فيه الموسيقى ما يمكنناش ندوزو لاباج فيسبوك محمد علي ولكن فعلا. ولكن في السميه ديال الراب حمو مومن اها واخا واخا انا نرجع معاك نقول لك سمعنا شي حاجه من الراب ماشي مشكله اختي سمعنا خويا عافاك شي حاجه نسمعوا الصوت ديالك بلاستري ولا لا لا الصوت بلا سميتو الموسيقى بلاش الموسيقى بلاش اختي هاني الزهر كان معكس وجناح كان مهرس بديتو عليا كطير اللي قلتو عمرو ما ينوض دابا وقف على رجلو دورو في البلاد نيتي بليك
والله يحفظك تلصق فيك ما تعرف الوقت اش مخبيه ليك ني كيتموت لك سيراتور قبل ما نشد البيرمي يعجبني نضحك في الفيراج طريق مسرحه ليك هادو اي حتى هي معاك الدريه حمو العافيه باش يغلط الباكيه مون بيغ هو اللي حن فيا كيف لا معقاش عليا كتجيني حيده من بالك سد الباب على صباعك وطير لك تفارك بني ادا كيف الكرش راه قد ما عمر غادي خوا ويقول لك مسرى اللوا عيش بقدرك قادر اما الماني كتغادر شحال فخادني ترجع مسامر لا فرطتي طير ما تقلقش لا طير لا ما تقصدش لي الهضره لا حاشا اختي المهم قلت لك انا راه والراب اختي راه كتشوفي الناس كيخسروا فيه الهضره وكاين ولكن حتى حنا نتمنوا نشوف تيفي شوف شوف احتراما احتراما لشوف تيفي احتراما للمشاهدين احتراما للناس ان شاء الله اللي غيكونوا يشوفوا في المستقبل مرحبا. يعني ما غيبغيوش يسمعوا ما كايناش اختي تخسرها مزيان ممتاز هذا الشيء اللي كنتمنوا ان شاء الله نتمنوا يكون نشوفوك ان شاء الله في واحد البلاصه اللي هي زوينه نتمنوا ان شاء الله نشوفوك يعني من احسن رابورات اللي عندنا في المغرب بواحد المستوى عالي بواحد المستوى اللي هو راقي وواحد البارطاجي وحمومهم اييه الناس ان شاء الله لحشي العيبات على ولاد دربنا الصغير فيني قلب سفينه اش توشي حاجه كنضحك مع الدراري قلت لهم دن دن ولكن راه نهار قلت لك اختي دابا انا كنتحدى اللي غادي يجي يقول لي تعالى غادي نسجل لك وغادي يلا بين لي وديك الساعه لا ما بيناش اختي لا لا شوف تاختنا فيك كبيره تاختنا فيك كبيره واكيد ها غير هذا الحماس اللي كتهضر به وهالطريقه باش كتهضر اكيد شوف كون على يقين انه سوا اليوم سوا غدا سوا بعده غادي توصل لذاك الشيء اللي بغيتي انا اللي غنقول لك من هذا المنبر هو انه حافظ على هذا على هذه الرغبه هذه حافظ على هذا الحماس هذا وان شاء الله ما يكون غير الخير واكيد راه كاين واحد التفاعل زوين من طرف الناس كيدعوا معك يقولوا الله يسهل عليك وهكا اكيد مازال الناس غادي يتفاعلوا مع اللايف دخلوا عندي الصفحه خوتي وتفرجوا غير في حد واحد فريستايل اللي هو على الوالده غير واحد المقطع اكيد الناس تفرجوا فيه هو واحد فريستايل اخر واخا كما قال لكم مشاهدينا يعني تقدروا تواصلوا معاه راه رقم التليفون خليته لكم في الكومونتير تقدروا تواصلوا معاه الناس اللي باغا توقف معاه الناس اللي عندها استوديو ولا كتفكر حتى هي دير شي مشروع فني ولا شي حاجه سي حمو مومن راه معاكم وان شاء الله راه كيتسناكم انكم تواصلوا معاه تشجعوه تحفزوه كنت غادي يطلع لي من تحت الارض غيكون غير الخير ان شاء الله كنت ديال الراب غادي يطلع قلت لك غيكون غير الخير ان شاء الله عموما كنقول المشاهدين تيقوا بيا هو حق الله الا جا واحد الله يسهل على اي رابور كون حشر اي رابور ولا غالطين مع شي رابور يسمح لينا الله يسهل ولكن جا اللي غادي يرد غادي يدير الراب مغربي غادي يدير اللي تاش ان شاء الله ان شاء الله اكيد يعني حنا الحمد لله عندنا واحد المستوى فني زوين وما كرهناش يعني نزيدو اكثر يولي عندنا فن يعني فن راقي اكثر واكثر لانه كل ما تطورنا اكثر كل ما يعني كتكون شي حاجه ايجابيه بالنسبه لنا كاملين كمغرب وكبلد شات الكلمه اللي قلتي ديال تطور اكثر صافي جاني غير حد لك سيراتور راب مغربي الله يوفق الله يوفق غير حد لك سيراتور الله يوفق اذا شكرا لك خويا على على هاد الكلمات على هاد الحماس اللي فيك على هاد الرغبه اللي فيك مشاهدة تقدروا تتواصلوا معاه راه خلي لكم رقم التليفون كنقولها وكنكررها ما تنساوش تحفزوه تشجعوه اللي يقدر يوقف معاه ما كرهناش اللي يقدر يوقف معاه ويساعدو هكا اذا مشاهدينا بعد ما تبعتوا معايا في هاد اللايف كنكونوا سالينا هاد البث المباشر نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر مشاهدينا الى اللقاء.